من فضل الله تعالى وكرمه جاء خبر الفرج اليوم بحيث يتم الإفراج عني بإذن الله في 12 إن شاء الله، وسأبقى في المستشفى للعلاج إلى أن أسترد عافيتي وأستطيع الوقوف والمشي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. إن هذا النصر المؤزر هو امتداد لسلسلة الانتصارات العظيمة التي حققها عظماء وشرفاء هذا الشعب، وإنني امتن وأشكر وأوجه كل الشكر لكل من آزرني وكل من ساندني وكل من وقف معي وكل من دعا لي. شكرا لكم.